من حقك تدلع نفسك وخاصة شعرك، خليها تولع بس، المهم شعرك يلمع. ومن أجل تنور وتكون فخم، البشرة لازم نعتني فيها. ولو بقى شيء أو بنفسك حاجة لا تشيل هم عليا. وعشان تنسى تعبك وتأخذ راحتك، لا تقلق، أخصائي المساج بانتظارك. الله، ايش الراحة. واخيرا توقع غسلة من روحها، يا سلام. والان نقول لك نعيما، تشتي تستبق وتشوف نفسك حالي ولو لمرة في عمرك، لا تستغرب وتقول وين هذا كله. هذا في محل اسطنبول للحلاقة الرجالية، العنوان صنعاء، حدة جولة ريماس.